انت بالليل زوم بالنسبة لامتحانات اليوم كانت صراحة في قمة الجمالية، بأنه صراحة كنت امتحانات اللي كانوا تحطونا اليوم كانوا سهلين، وداك الشيء اللي خدمنا صراحة ديال كان صعيب مقارنة مع الجهات اللي كنا كنخدموا والجهويات اللي كنا كنخدموا، ولكن ما كنتش كنتوقع أبدا بأن امتحان غادي يكون بهذه السهولة هذه. الأسئلة بصراحة في مبسطين، وحتى المنهجية الصراحة اللي خدمنا عليها كانت صراحة جميلة، وقدرنا ان الحمد لله بعدا كتشوف النقطه ديالك ضامنه، كتشوف راسك محقق واحد مجموعه ديال النقاط، يعني عندك داخل الامتحان انت عندك ثقه في راسك، يعني ديك الامتحان اللي كتدخل كدوزو كيكون سامبل، اللي كتدخل عاوتاني امتحان واحد اخر يعني كيمنحك واحد الشجاعه وواحد الثقه في راسك. بالنسبه للحراسه صراحه كانت يعني كانوا واقفين صحاحين، يعني كانوا كيقوموا بالواجب ديالهم وبالعمل ديالهم، لانهم صراحه كانوا من يعني ما كانوا كيحرصوا بواحد الطريقه اللي هي يعني ما كيخليوكش في تمنمن اولا في تغش اولا، يعني وضبط الواجبات ديالهم. يعني ما عندي ما نتسالهم صراحه لا صراحه قد الامتحان، يعني كنت انا متخوفه سنوات انني غندوز هذا الجهوي ولا حتى غندوز الوطني، ولكن اليوم الحمد لله تجربتي كانت ناضيه صراحه. لا السلام عليكم، اسمي سعد. امتحان اليوم داز في متناول، الاساتذه تعاملوا معنا داروا معنا المزيان، هادشي اللي كاين حراسة مزيان كيعملوا الخدمة ديالهم معاوض، فهمت؟ في الصباح حنايا تفاجأنا في التربية الإسلامية، عطينا السؤال على المنتخب، شمن علاقة المنتخب بالتربية الإسلامية؟ لا علاقة، وهادشي اللي كاين. سولو هيركوليس ودي مراش أو العربية عطاوها لنا في العشية، وغدا قريني جوج ساعات في الصباح، وخاصهم عطيوها لنا غدا في الصباح باش نرتاحوا اليوم في العشية. شاد الخضر، حنا في الثانوية ديال عبد الكريم الخطابي. دوزنا امتحان داكشي مزيان، داكشي ساهل، دوزنا امتحان على قد المستوى، داكشي صراحه داز مزيان. الحراسه كانت مزيانه عاديه تقريبا، فهمتي داكشي مزيان. الاسئله كانوا شويه، اللغه اللي داروها كانت شويه صعيبه، والاسئله شويه كومبليكي، فهمتي داكشي خصك شويه تركز فيه باش تخرجوا. اسمي اسماعيل الكاني. المهم اللي ما كان امتحان في متناول، يعني خاصه العربيه كان ساهل بزاف، واللي التاخرين كانوا شويه. المهم يعني اللي حافظ راه يجاوب، اللي ما حافظش راه ما يجاوبش. الحراسه الصراحه كانت مشدده شويه. المهم قليل اللي كان مساهل معنا. شوف الا كان نرجع حافظ راه ما يخافش على راسه، يجاوب ان شاء الله. هادشي اللي كاين. اسمي بوغابا، عندي سيزيام هاد العام. امتحان الحمد لله داز في المتناول، كان طبيعي اسمي كان شويه صعيبه، ولكن الحمد لله كلشي كان مزيان، والحراسه كانت معوطه. الرساله اللي غنوجه للتلاميذ هي نقراو مزيان، ومن ما نعتمدوش على الغش في الامتحان، حيت ملي غندوزو مو الباك ما غاديش نقدروا نغشوا في اي حاجه. باقي لنا غدا اجتماعيات، خصنا نعتمدوا على الحفظه وفهم. كنتمنى النجاح لجميع التلاميذ والتلميذات اللي في المدرسه واللي كنعرفهم اللي ما كنعرفهمش. معكم محمد امين الضو. اليوم امتحانات كاملين جاو ساهلين، الا ديال التربيه الاسلاميه. فرنسي كان ساهل بزاف، ولكن فرنسي ما بغاوش يشرحوا لنا برودكسيون ايكري. ماشي الاقسام كاملين، كاين الاقسام اللي شرحوا، كاين الاقسام لا. اقسام ديالنا ما شرحوا لناش برودكسيون ايكري، عملنا ديك برودكسيون ايكري كيف ما كان. والتربيه الاسلاميه اللي جات صعيبه شي حاجه، عملوا واحد موضوع اللي ما عنده حتى شي علاقه بمقرر ديالنا. شنو هو اللي هو كاس العالم النفايات من النفايات؟ المهم ما موضوع كان صعيب بزاف، ومهم كانت الحراسه صعيبه شي حاجه، ما تقدرش تتحرك بزاف. اسمي خلود عيساني، كنمثل التلاميذ ديال العلوم التجريبيه. كنقول بلي التنظيم ديال المواد ما كانش موفق لنا، وما كانش موفق لنا حيت اللغه الفرنسيه جات في الصباح ما قدرناش عليها، واللغه العربيه جات في العشيه عينا بزاف وما قدرناش عليها بزاف ومع العشيه، وحنا كنا متوترين بزاف في الصباح ما قدرناش نعسو، ودابا راه دوزنا حنا كنغمتو من النعاس، وجات في قيلة وعينا بزاف بزاف ما يمكنش. ما داز واحد الطرق اللي هي غير بالنسبة لنا النفسية ديالنا وكذا، غير العربية صعيب بزاف بالحق. صراحة أنا جاني تربية إسلامية،
من الاول العام وانا كنحفظ في الدروس ما جاتني حتى شي حاجه من داك الشيء. اليوم كانت النهار الاولاني د الامتحان، صراحه كان امتحان مزيان، الواحد خاصو غير يحفظ ويراجع ولكن حنايا ما حافظينش الصراحه والله الا الواحد خصو يحفظ صراحه. امتحان صراحه كان ساهل والله، امتحان كان مزيان والله الا الحمد لله. المهم راجعنا شويه وان شاء الله بكل شيء هادوز مزيان والله، يوفق الجامع. و الحراسه هي كانت مزيانه ماشي مشدده، والله الا الحراسه كانت مزيانه ما كيشوفوش المتناول.